زيارة الهلال الأحمر الإماراتي لتقديم الشكر والامتنان والعرفان للمنحة الإماراتية التي قدمت مؤخرا لمفوضية اللاجئين، وهي أحد منظمات الأمم المتحدة التي استفادت من هذه المنحة من خلال خطة الاستجابة للأحوال الإنسانية في اليمن. شرحنا أوجه وخطط الاستفادة من هذه المنحة وكيف تمكنت المفوضية من تقديم المساعدات الإنسانية وخصيصا المساعدات المالية لأكثر من 20,000 عائلة من نعتبرهم أكثر عوزا من بين النازحين اليمنيين وخصوصا من المناطق الساخنة واللي هم وصلوا حديثا. عينك على العالم.